مرحبا، حياكم الله، سعد الله اوقاتكم. من زمان ما صلحت معكم معمول الشوكه. طبعا انتوا عارفين، اغلبكم عارفه العجينه اللي اصلحها دائما بالزيت، ونشتغل فيها على الشوكه نمسحها بشوي زيت، مو كل مره، يعني كل مرتين كل ثلاث مرات اذا شفتوها العجينه تلزق عليها. التمر تجهزونه نفس مقاس الشوكه، تحطون عليها وتلفونها بهذا الشكل، واسهل واحلى معمول، والحجم ما تتخيلونه ما شاء الله، حبات مرة صغيرة. بأي عجينة تقدرون تسوونها، لكن اللي غالبا بالزبدة تتفتت إذا حطيتوه على شكو ولفيتوه، فاللي بيصلح يصلح بعجينة الزيت. شايفين ما شاء الله، أداة سهلة ومتوفرة عندكم في المطبخ، تصلحون منها معمول الشوك. على طار الشوكة، قبل أمس نزلت لكم المقطع اللي صلحته بملعقة العسل، كنت أجرب صراحة إنها تاخذ وقت غير الشوكة، أسرع وأسهل. يعني تسوي كذا وتفرد، وبعدين تضغط عليها بالملعقة العسل كذا، تقلبونها على الوجه الثاني، تحطون الحشوة اللي تبون. هي حاطه حشوة عين الجمل، شايفين؟ وأنا أحس إن الشوكة أسرع وأسهل، صح ولا لا؟ كل طريقته. المهم، من اي اداه تقدر تعطيكم نفس الشكل تحطونها. والله الشوكه اسرع. ايش رايكم؟ الشوكه اسرع، الشوكه اسرع واسهل.